بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة النائبي رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وسمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة. نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 16 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، وكأس النوايف وكأس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفا بالصخير. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس سموه للشوط السابع إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بعد فوزه الحصان ثورك هيل ستار لإسطبل العاديات ريسينج الذي تعود ملكيته لسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. كما قام سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة بتقديم كأس الشوط الأول إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى آل خليفة، وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز أسامة هاشم، وكأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة. فيما قام سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة بتقديم كأسي سموه للشوطين الخامس والسادس إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، فيما قام السيد عبد الرحمن عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية بتقديم كأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي.